مشاهدون الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحر إبراهيم جابر إبراهيم بالقصر الجمهوري مراسم التوقيع على اتفاقية بالقصر الجمهوري لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبا عمامة على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين حكومة جمهورية السودان وائتلاف مجموعة موانئ أبو ظبي وإنفكتوس للاستثمار بتكلفة تبلغ 6 مليارات دولار ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة بورت سودان. ووقع عن حكومة السودان دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وعن مجموعة موانئ أبو ظبي محمد جمعة الشمسي فيما وقع رجل الأعمال أسامة داود عن مجموعة إنفكتوس للاستثمار. قال وزير المالية خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع قال إن المشروع سيشتمل على عدة قطاعات اقتصادية ستسهم في دفع عجلة التنمية وتعود بالفائدة الكبيرة على البلاد. أمن عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس يحيى عقب تفقده أقسام واردات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بجنوب دارفور أمن على الدور المحوري للإعلام في إسناد عملية النسيج الاجتماعي، خاصة وأن البلاد تمر حاليا بمرحلة مفصلية، مضيفا أن الإعلام ينتظره دور مهم لإنجاح عملية الانتقال الحالية لتجاوز مرحلة الاضطراب السياسي والتبشير بالتوافق ونشر مفاهيم التعايش السلمي بين الأطياف المجتمعية لتحقيق السلام في كامل ربوع البلاد. قال دكتور الهادي إدريس يحيى عضو مجلس السيادة الانتقالي قال إن انعقاد مؤتمر الهندسة المدنية الرابع بولاية جنوب دارفور يعتبر أهم حدث يؤطر لاستشراف خطط تساعد في البناء السليم والممنهج لا سيما في المجالات الخدمية للمواطن. وقال إن المؤتمر يمثل علاقة قوية للسلام والتنمية المستدامة في السودان. وأضاف والي جنوب دارفور على اعتماد الولاية على كلية الهندسة لتنفيذ المشروعات التنموية والعمل على تحديث مجالات الهندسة المختلفة بالبلاد وتحديد معايير التقنيات الهندسية التي يتم تطبيقها بالجامعات العالمية. تفقد والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله محطة مياه مدينة ربك الجديدة، ووقف على سير العمل بالمحطة بحضور المهندس رحم الإمام مدير هيئة مياه الشرب بالولاية. وقال والي النيل الأبيض المكلف إن زيارته للمحطة تأتي في إطار جولاته التفقدية للمشروعات التنموية بالولاية، مشيرا إلى أن محطة مياه ربك الجديدة يتم تنفيذها لمعالجة مشكلة مياه الشرب بشرق المدينة. وأضاف مدير هيئة مياه الشرب بالولاية رحم الإمام أضاف أن هناك عمل كبير في مياه أم كثيرات بتندلتي قيد التنفيذ، فضلا عن برامج الطاقة الشمسية الكبيرة التي تم تنفيذها بالمحليات لإنتاج المياه عبر تشغيل عدد من المحطات بالطاقة الشمسية في الدويم والقطينة وأم رمتة وتندلتي بهدف زيادة الإنتاج في هذه المناطق. المشاهدون الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحات الشروق على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.